تشهد محافظة القليوبية عددا من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خاصة في شبين القناطر وبنها وطوخ. وتفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت يرافقه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان عددا من مشروعات الوزارة في قرى محافظة القليوبية، حيث أكد وزير الاتصالات أن مشاركة الوزارة في مشروع حياة كريمة ترتكز على أربعة محاور متوازنة، وهي تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول. بالفعل تفقدت مع معالي المحافظ مشروع حياة كريمة وتوصيل الكوابل الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة إلى منازل أهلنا في مختلف قرى ومدن محافظة القليوبية. أيضا سنتفقد مجموعة من محطات المحمول، احنا زودنا 10% زيادة في محطات المحمول هذا العام في محافظة القليوبية. كذلك في مجال الخدمات للمواطنين، المحافظة بها أكثر من 270 مكتب بريد، جرى تطوير أكثر من 75% منها. فعلا النهاردة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بقت عامل مشترك في حياتنا وفي شغلنا في كل حاجة الحقيقة، في التعليم، في كل المجالات موجودة. يمكن من ضمن الحاجات المهمة بالإضافة اللي قالها الحقيقة معالي الوزير، لا إحنا النهاردة برضو بنوقع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الاتصالات وما بين المحافظة عشان نحط الأطر والإصلاح المؤسسي أو التطوير المؤسسي للمحافظة ولمديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء، بحيث أن يتم ربطها فعلا ويبقى الشغل يمشي فيه بسرعة جيدة، بدل المكاتبات اللي كانت بتفضل رايحة جاية الكلام ده كله، لا ده بنخلص على طول شغلنا من خلال وسائل الاتصال الحديثة.